تعالوا هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهليج ودوما تسلينا طوبي كثبت وابوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغادو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العقل عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد مساء الخير يا أطفال. وش راكم؟ مرحبا بكم، مرحبا بكم اليوم في حصتكم المفضلة مع عمو يزيد. أنتم راكم حاضرين معنا، راكم فرحانين؟ يا أطفال، في هذه الفترة نحن نعيش يوم مهم جدا. هذا اليوم هو اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة. على هذا اللي راه معنا اصدقاء هنا ذوي احتياجات خاصه، نرحبوا بهم. تصفيق عليهم، تصفيق عليهم، تصفيق عليهم. حبيتكم اليوم تتوقفوا معايا باش نضمنوا مع هذه الفئه هذه ذوي الاحتياجات الخاصه، لانه في الجزائر وفي سائر دول العالم الفرق بين انسان معاق ولا غير معاق هو في الاراده. الاراده هي التي تجعل الفرق بين الإنسان الناجح والإنسان الفاشل يا أخي. ومن بعد راح نتكلموا مع أصدقائنا اللي راهم هنايا. نبدأ بنسرين. مساء الخير نسرين. مساء النور. وش راكي؟ الحمد لله. الحمد لله. أنا نسرين نعرفها من فترة ونحيي فيها الإرادة نتاعها، ودائما دائما عندها أفكار ودائما تحب تعيش. وش راكي؟ الحمد لله. الحمد لله. إذن من خلالك نوجه تحية لكاع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. يا أخي نسرين، مرحبا بك بنتي، مرحبا بك. وش راك؟ لاباس. لاباس. واسمك؟ محمد الله. وين تسكن؟ العمرية. الله يبارك. هاك فرحان لك مع مو يزيد هنا؟ فرحان. هيا مرحبا بك، مرحبا بك. إذن من خلالكم ماذا بينا نوجه نداء للناس باش يراعيوا هذه الفئة هذه. كبداية كل حصة راح نطرح عليكم لغز. لغز اليوم يقول، تحبوا الألغاز؟ لغز اليوم يقول: ما هو الشيء الذي تسمعه ولا تراه؟ ما هو الشيء الذي تسمعه ولا تراه؟ بديتوا تعرفوا، انتم شاطرين كامل. فكروا إلى غاية نهاية الحصة، انتم وأصدقائنا اللي راهم يشوفوا فينا يقدروا يشاركوا في الجواب عن اللغز بهذه الطريقة هذه. والشاطر يعطينا الحل. أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الإنترنت مع آجل. اكتب عمو يزيد .com، اضغط على زرار جاوب على اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل، 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية. برافو يا أطفال، برافو يا أطفال. على بالي بلي شاطرين، ولكن استناو معنا ومع أصدقائنا لغاية نهاية الحصة باش نتعرفوا على الجواب عن اللغز. أنا حبيت اليوم تعرفوا معايا بفضل إكرام عن شخصية اللي هو عباس الغرور. راح إكرام تعرفنا عليه. إذن تحية، تحية الإكرام، تفضلي إكرام. مساء الخير يا أطفال. اليوم جيت نحكي لكم على حياة الشهيد عباس الغرور. ولد عباس الغرور في 23 جوان عام 1926 بدوار مسيغة. دخل المدرسة الفرنسية واستطاع الحصول على الشهادة الابتدائية. عام 1948 توجه إلى الحياة العملية. انضم الشهيد مبكرا إلى الحركة الوطنية، وكان ينشط مع المناضل إبراهيم حشاني المسؤول الجهوي لمنطقة الأوراس. وقد شك في أمره صاحب العمل عندما شهد مع هذا الأخير في أحد الأسواق، ولذا طرد من العمل. فلجأ عباس إلى فتح دكان للخضر والفواكه في السوق العامة للمدينة، وهذا لتمويه الاستعمار عن نشاطه الحقيقي. ولقد أصبح هذا الدكان مكانا يلتقي فيه مناضلو الحزب لعقد اجتماعاتهم السرية. ونظرا للميزات التي كان يتميز بها الشهيد، فقد أوكلت له مسؤولية الإشراف على الحزب بخنشلة،
وبرفقة الشهيد مصطفى بن بولعيد وقرين بالقاسم، ساهم في التحضير للثورة في منطقة الأوراس، وقد أشرف على الأفواج التي أكلت لها مهمة شن الهجومات ليلة 1 نوفمبر عام 1954. منذ اللحظات الأولى للثورة المسلحة، برهن عباس الغرور على حنكته وشجاعته وقدرته على القيادة والمناورة وإلحاق الهزيمة بالعدو. وبقي عباس يشارك في المعارك تلو المعارك إلى أن استشهد يوم 25 جويلية عام 1957. رحم الله الشهيد. برافو 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 إكرام، برافو برافو. يا أطفال، تكلمنا مقبلة عن اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة. بهذه المناسبة هذه عمو يزيد دار أغنية خاصة نقول فيها: أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة. يا أخي تغنوا كامل معايا: أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة. أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة، إلهي ربي قادر أرادني عديمة، لكنني مثابر لغايات عظيمة. زماني لو يطول تحدي خمول، سأسعى للوصول لغايات عظيمة. زماني لو يطول تحدي لا خمول، سأسعى للوصول لغايات عظيمة. أنا المعاق عزيمة، إلهي ربي قادر أرادني عديمة، لكنني مثابر لغايات عظيمة. أنا مثلك الشباب أتحدى الصعاب، أدق كل باب غايات العظيمة. أنا مثلك الشباب أتحدى الصعاب، أدق كل باب لغايات العظيمة. أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة، إلهي ربي إنني مثابر لغايات عظيمة. أنا حلمي في حياتي أحقق أمنياتي، ولما كل الغايات لغايات عظيمة. أنا حلمي في حياتي عزيمة، إلهي ربي قادر أرادني عديمة، لكنني مثابر لغايات عظيمة. سأثابر بالصمود وأثبت للوجود لطموحي لا حدود لغايات العظيمة. سأثابر بالصمود وأثبت للوجود لطموحي لا حدود لغايات.
برافو 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 برافو. إذن هذه الأغنية هذه حتى لا ننسى أن في هذه الحياة هذه الإرادة والعزيمة هي كل شيء. يا أخي لازم تكون عندنا إرادة وعزيمة برغم كل العراقيل. يا أخي أطفال يلا نرحبوا كامل مع أبو إبراهيم، عمو إبراهيم اللي جانا من مدينة شلف بألعاب الخفة. يلا تفضل عمو إبراهيم. شكرا أطفال شكرا. حابين نشوفوا ألعاب الخفة؟ هذه المرة راح ندلكم مسابقة على شكل خداع سحرية. واش دين المسابقة؟ تحبوا المسابقات؟ يلا نبداو مع بعض. دوك نختار ولد وبنت، البنت تمثل البنات والولد يمثل الأولاد. جاهزين؟ يلا على سبيل المثال نجيبوا صديقي هنايا. ايه اتفضل. ايه سبيدورمان اتفضل. ايه ايه روحي انتيا. ايه وش اسمك؟ اتفضل اعطيني يدك. يلا وش اسمك؟ حمزة. حمزة اروح منا. حمزة راح يمثل الاولاد. وانتي وش اسمك؟ جبت لي ها امينة. جبتي هنايا. ايه امينة صديقتكم راح تمثل البنات. جاهزين؟ وقبل ما نبداو اعطوهم تفيقة حارة. المسابقة سهلة، فقط عندي كيس فارغ، هما يزيدوا يتحققوا منه باللي صح فارغ. دير يدك لداخل، شاطر. دير انت تانيك يدك لداخل، شطور. دركا نبداو المسابقة، نجيبوا فقط القماش، هذا القماش نديروه لهنا. الأولاد نبداو بالأولاد ولا بالبنات؟ بالأولاد. يلا الأولاد اجبد القماش وعندك نقطة واحدة. المسابقة بدأت. اجبد القماش وريه لزملائك وعندك نقطة. إيه صابو. يلا مكاش قالكم مكاش. دوكا نروحوا للبنات. يلا صابت معليش. نروحوا للمرحلة الثانية. البنات نقطة والأولاد صفر. نعاودوا القماشة هنا، نعاودوا نرجعوا للأولاد. هذا المرة راح يسيبوا راح يعدل. ياك داخل هنا داخل. أجبدوا أجبدوا صابوا خلاص. يلا شاطر ما صبتوش مكاش. خلاص صابوا. يلا ما كانش. كاين. راك تحفر في البير. لا داخل هذه بصح ما قدرتش نجيب. ما قدرش يجبدوا. نشوفوا البنات الا يقدروا يجبدوه. يلا نروحوا للبنات. با 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 با. صبتيه؟ صبت. البنات نقطتين والاولاد صفر. نعاودوها المره الثالثه. على أربع مرات مازلنا زوج. يلا دركا نبداو بالأولاد. شوفي صديقتك شعل شابة. هراي 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 جبتو صبتو. صابو خلاص ما صبتوش. وش اسمك؟ وش اسمك؟ حمزة. حمزة الأولاد كامل كامل شجعوه وقولوا حمزة 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 حمزة. صابو. واخيرا دركا مازلنا اخر مرحله. نتمناو من حمزه ان شاء الله يعدل. ان شاء الله ما تصيبوش. مكانش مكانش مكانش. ما صابتوش. روحوا عند حمزه. وقبل ما نعطوا لحمزه لازم نشجعوه. يلا حمزه حمزه حمزه. صابو. واخيرا دركا في زوج ربحوا. البنات ربحوا والاولاد ربحوا. بصح يا اطفال انا الحاجه اللي حيرتني ماشي هذا المنديل اللي ما صابوهش. انا اللي حيرتني كيفاش هذه كامل ما شافوهش.
أعطوهم ثقة حارة حارة حارة. شكرا على المشاركة يا أطفال، برافو برافو، ارجعوا لمكانكم وشكرا على المشاركة. تعال، شكرا شكرا عمو إبراهيم، برافو. تعال واسمك، قول لهم اسمك. اسمي شاكيب. واسمك؟ اسمي شاكيب. واسمه؟ شكيب. شحال في عمرك شكيب؟ 5 سنين. 5 سنين؟ اه. شاطر انت ولا شوية؟ 3 سنين؟ قال لي 5. شحال؟ 5. وحبي يكبر، حبي يكبر بالخف يا اخي. حبيت تكبر؟ اه. حبيت تكبر بالخف هكذا؟ اه. هاي مازال الحال، مازال الحال. برافو. اذا يا اطفال، عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية الأب، الإبن والمسامير. إذن يلا كامل معايا نحكي لكم الحكاية. أروح معايا. إذن يا أطفال راح نحكي لكم حكاية الأب، الإبن والمسامير. واحد النهار كان واحد الأب مع ابنه، هذاك ابنه مقلق بزاف، يزعف. والاب هذاك قال كيفاش لازم نصيب حل هذا ولدي هذا اللي يزعف بزاف باش نكلميه شويه. واش قال له؟ قال له شوف يا ولدي، قال له راك تشوف كانت عندهم هكذا تراس هكذا في الدار بالحطب، شغل هكذا بلاتفورم هكذا. قال له شوف يا ولدي، كل ما تحس روحك رايح تغضب روح دق مسمار في هذاك الحطب. تعال 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 لعندي، اروح لعندي، اروح لعندي باش نحكي لك الحكايه. فوالا اقعد هنا هكذا. قال له يا ابني، كل ما تغضب تروح لهذاك الحطب وتدق فيه مسمار. بقى على هذاك الحال ايام وايام. هذاك الابن كل ما يجي يغضب هكذا يتفكر واش قال له باباه، يحبس ما يغضبش ويروح يدير المسامر هذوك. وكل يوم كل يوم هكذا، كل يوم بدا بهذيك ولا يغضب أقل فأقل. وصل يوم اللي أصبح ما يغضبش. قال له يا بابا مانيش نغضب. قال له خلاص جازني كاع الغضب. قال له مالا يا ولدي، كل ما تحس روحك مرتاح، كي تحس روحك راك بيان، قال له تروح تنحي المسمار هذاك، تنحي المسمار. أبقى على هذاك الحال أيام وأيام، كل ما يحس روحه بيان، يحس روحه مليح، يروح ينحي مسمار. وبقى على هذاك الحال ايام وايام لانه دار مسامر بزاف، كان يتقلق بزاف. من بعد راح عند باباه قال له بابا نحيت كاع المسامر، بصح المشكله انه المسامر خلات تتقابي، بقات تتقابي في الارض. اه قال له يا وليدي هذيك التقابي هما لي مارك، يعني لي سيكال اللي تخليهم، هما الاثار اللي تخليهم الغضب نتاعك عند الناس. عمو يزيد، عمو يزيد، نستلخص من هذه الحكاية أنه يجب تمالك النفس عند الغضب. برافو بوبي، برافو 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 برافو. إذن يجب التمالك في النفس حين الغضب. لازم الإنسان كي يغضب يتمالك نفسه، لأنك بالمرات ممكن تقول كلام جارح. هذاك الكلام الجارح هذاك يخلي آثار في نفسية الناس اللي قلت لهم هذاك الكلام. إذا الإنسان لازم يتمالك نفسه حين الغضب. يا أخي أطفال يلا معايا. عجبتكم الحكاية يا أطفال؟ برافو. أنا حبيتكم تجوا تحكوا لي حكاية طريفة ولا نكت جميلة. شكون اللي عنده نكتة ولا حكاية طريفة؟ تعال تعال أرواح. تعال واسمك وليدي؟ شاكيب. وين تكون شاكيب؟ بوفارك. في بوفارك، خيار الناس. احكي لي النكته تاعك. كان واحد الخطره واحد المعلمه مع واحد التلميذ، قالت له ارسم شجره مع طائر. قالت له عندما اصفق تحطون الاقلام. رسم الطفل رسم إلا الشجرة. قالت له معلمته أين الطائر؟ قال له عندما صفقت طار. تا
طار طار كي صفقتي. برافو برافو وليدي، برافو برافو برافو. شكون عنده نكته جميله؟ تعالي بنتي، اروحي اروحي، تعالي تعالي اروحي، اقعدي. واسمك بنتي؟ آية. آية، وين تسكني آية؟ في باب الواد. في باب الواد، احكي لنا النكته تاعك. عندي أغنية. غني الأغنية بنتي. Lundi matin, le roi, la reine et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Et comme j'étais partie, le petit prince a dit: puisque c'est ainsi, nous reviendrons jeudi. Bravo, 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 bravo. Tala, tala, Lundi. Tala. قال لك واحد النهار. واسمك وليدي؟ يزيد. يزيد كيما انا. وين تسكن؟ بوفاريك. في بوفاريك، خير الناس. قال لك قال لك واحد النهار واحد الطفل قالت له نسيتو عرب لي صور. قالها صور فعل ماضي مبني بالسيمه والياجر. اوكي اوكي، انا حبيت نشوف نسرين واش حبت تقول لنا. نسرين، بالمناسبه اليوم عيد ميلادك. ها؟ نعم. عيد ميلادك؟ نعم. واش نقولوا لنسرين؟ عيد ميلادك سعيد. سعيد. انا حافظة انشودة امي. حافظ يلا. امي يا حبا اهواه، يا قلبا اعشق دنياه، يا شمسا تشرق في افقي، يا وردا في العمر شذاه، ماذا اتذكر يا امي؟ لا يوجد شيء انساه، فالماضي احمل ازهارا والحاضر تبسم شفتاه، كم ليلا سهرت في مرضي تبكي وتنادي رباه، طفلي وحبيبي يا ربي املأ بالصحه دنياه، ضميني واسقيني، ضميني واسقيني، ضميني واسقيني والبحر تدوم عطايا. اه برافو برافو، تصفيقة 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 على نسرين. برافو 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 نسرين، برافو 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 برافو. لحقنا دركا للجواب عن اللغز. ما هو الشيء الذي تسمعه ولا تراه؟ هاي اعطي لهم يلا. هاي فوالا، شكون اللي عنده الجواب؟ واسمك وليدي؟ يوقف. واسمك؟ محمد. محمد، وين تسكن؟ في مفتاح. في مفتاح، واش هو الجواب؟ الريح. الريح، لا لا. اروحي بنتي تعالي. واسمك؟ ورديه. ورديه، وش هو؟ الصوت. الصوت. نعم. تفكير سليم، ولكن شيء تسمعه ولا تراه، وش هو؟ واسمك وليدي؟ عبد القادر. عبد القادر، وش هو الجواب؟ الشتاء. الشتاء، لا لا. شيء تسمعه ولا تراه، تعرفي؟ وقفي بنتي. وشو؟ الرعد. الرعد، برافو. تعالي تعالي بنتي، تعالي تعالي تعالي. إذن الجواب هو الرعد. يلا بنتي، احنا الشاطرين كامل نعطوهم هدية. الهدية تاعك انتي اليوم هي قبعة، قبعة مع عمو يزيد تحميك من أشعة الشمس الضارة، وعندك كذلك سيدي من حق الطفولة لعمو يزيد فيه 22 أغنية، إن شاء الله تستفادي بهم. نحب الشاطرين. برافو بنتي، برافو برافو برافو. يلا يلا، العب تما وليدي، العب العب. دركا عندنا عيد ميلاد وردية اللي أنا وأنتوما راح نغنوا لها عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو ديالها. إذا التحقوا بي، تعالوا يلا اروحوا يا اطفال، تعالوا تعالوا. عيد ميلادك احلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. سعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح.
نعيشوا أحلى الأوقات، نزهل نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو 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 برافو. إذن وردية أمو يزيد يشعلك الشمع. فوالا، إذن يلا نديرو العد التنازلي، خلوها تجوز. فوالا يلا، إذن 12 11 10 زوج واحد. طفي الشمع. برافو 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 بنتي، برافو برافو. اذا اعطيني الهديه تاعها. اذا عمو يزيد يعطيك شهاده مشاركه في انجاح تصوير حصه مع عمو يزيد، وكامل نتوما كي تخرجوا تسيبوا شهادات هكذا يسنوا فيكم، تاخذوهم كذكرى تحتفظوا بهم في البيت يا اخي. تفضلي بنتي. وكذلك بما انك جمعتي خمس قسيمات من حليب رامي، اخترناك باش تجي تحتفلي بعيد ميلادك معنا، وهديتك مهداة من طرف راعي البرنامج رامي، هي تابلت كيدز، ان شاء الله تستفادي بها. تفضلي بنتي روحي. اذا وانا ما بقى لي الا نقول لكم ابقوا على خير، استنونا في الاسبوع المقبل نهار 3 على 5 تاع العشيه على قناتكم الشروق تي في. نحبكم يا اطفال. لا تحزنوا حان الوداع يا اصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد.